مرحبا، أنا تسنيم الحوراني، دكتور صيدلة سنة ثالثة. رح أحكي لكم عن دكتور الصيدلة. هو عبارة عن 216 ساعة. هدول 216 ساعة مقسمين لست سنين، بحيث أنه آخر سنة هي تدريب في المستشفى كصيدلة سريرية. طبعاً هذا التخصص بده علم كبير، وهاي السنة حتميزكم عن غيركم كتير، لهيك نحن لازم نكون متابعين بشكل دوري ونشد حالنا من أول فصل بالجامعة. بالنهاية هذا تخصص طبي ودرجته دكتور. هلأ بالنسبة لسعر الساعات، سعر ساعة التنافس هي 50 دينار والموازي 105 دنانير والدولي 500 دولار. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. أنا لمياء الحناتي، خريجة دكتور صيدلة الجامعة الأردنية دفعة 2013. إن شاء الله لنا نحكي اليوم عن تخصص دكتور صيدلة، بس بداية نحكي من هو الدكتور الصيدلاني أو إيش مسمى الوظيفة لإله. الدكتور الصيدلاني هو الصيدلاني السريري، هو عبارة عن بيكون خبير والوسيط بين المريض والطبيب. يعني شو رح يعمل؟ يعني رح يجي عندنا حالة مرضية، رح نعرف إيش عنده مرض، رح نعطيه الدواء المناسب لحالته المرضية بحيث يكون أكثر فعالية وأقل آثار جانبية. تمام؟ هاي بشكل بسيط. طب نيجي نحكي إيش هو تخصص دكتور صيدلة. هو تخصص يدرس في جامعتين بس، الأردنية والتكنا، عبارة عن 6 سنين من الدراسة، 216 ساعة. لو نقسمهم رح نقسمهم 3 سنين عبارة عن مواد مشتركة مع الصيدلة مبنية على علوم والتقنية الصيدلانية، وثلاث سنين تانية رح تكون لحالنا. كيف رح تكون 3 سنين اللي بعدها؟ عبارة عن 2 سنين منهم رح تكون يعني مواد دراسية عادي، بتركز أكثر إشي على المداواة، رح ناخذ مادة اسمها مداواة 1 و2 و3 و4 مع مختبراتهم. رح تركز على المرض نفسه، أجهزة الجسم، كيف نعمل تشخيص بشكل مبسط وكيف نعالجه. تمام؟ بعد هيك سنة ثالثة اللي هي أفيد سنة عندنا رح تكون في المستشفى. تقريبا رح نلف على أغلب أقسام الجسم، من نفسية، من قلب، من غدد، من كبار، من نسائية، من كمان عندنا وحدة غسيل الكلى. بشكل عام رح ناخذ فيهم تقريبا أسبوعين 3 أسابيع. إيش رح نعمل في هاي الروتيشنات أو هاي الراوندات؟ رح نعمل دورنا الأساسي، هو دور الصيدلاني السريري. رح نكون مع الدكتور، نمشي معه خطوة بخطوة، نتعرف على المريض، نشوف هي عنده أمراض، نعطي العلاج المناسب لحالته المرضية، بناسب وظائف الكلى وظائف الكبد. بعد هيك رح نشوف إذا بأخذ أدوية تانية، رح نشوف إذا رح يصير في تفاعلات من الأدوية السابقة والأدوية الحالية. طب إذا صار في تفاعلات كيف نحاول نبعد عنها أو كيف نحاول نفصل بينها؟ كمان رح نعمل إيش بنسميه بيشنت إدوكيشن. شو يعني بيشنت إدوكيشن؟ رح نعلم المريض كيف يأخذ دواء، سواء صباحا مساء، مع الأكل من دون أكل، وهكذا. وآخر إشي نراقب حالة المريض ونشوف تحاليله الطبية إذا صار في عنا أي آثار جانبية. تمام؟ هاي بشكل عام كيف بتكون سنين دراسة دكتور الصيدلة. آخر إشي نجي نحكي عن مجالات العمل. شو مجالات عملنا؟ اللي هي نفس مجالات عمل الصيدلة بالإضافة إلى أشياء معينة. طيب نجي نحكي إيش مجالات عمل الصيدلة. أول إشي في عنا كصيدلانة عادي كنا اللي بنعرفه في المستشفيات أو في صيدلية المجتمع. غير هيك في عنا بشركات الأدوية. طيب شو ممكن يشتغل بشركات الأدوية؟ قسم التسجيل، بقسم البحث والتطوير كمحلل، كمان كمحلل في قسم رقابة الجودة، أو كمندوب مبيعات. هاي بشكل عام إيش ممكن يشتغل الصيدلاني. بالإضافة إيش المهام الزيادة بعد الدكتور الصيدلاني؟ إنه أول إشي حكينا عنه صيدلاني سريري في المستشفيات. تاني إشي إنه بتكون فرصته أكبر في إنه يدرس في الكليات الصيدلة في الجامعات. كيف يعني؟ ممكن يأخذ بكالوريوس دكتور صيدلة يدرس مواد بسيطة للطلاب، أو إنه في مختبرات الكلية. وآخر إشي يمكن في مراكز أبحاث الصيدلة. هاي بشكل عام بتكون مجالات التخصص. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، ويعطيكم العافية.